مناسبة لقد أفرج علبية اللي جهر قلنا هي مقالة هذا عطية قبل كسول علبية كنا إذا كاشدين هاي الإسلام الريليف هي وسارة خيرات كبيرة هي وقورين وحكى سوقيب كلي مسؤولين تهاي الريليف حملة السعودية مسؤولين تهاي الريليف وسارة دبية يقولي بقى كم بني كان نقال آي إن سي وسوا كم بني جهر قلنا هي وقورين وحلقة سكال ليش سدوا وسارة خيرات كبيرة قبل كسول أو كورة مبهية بيود ديجان كارا عطية لبضة تلية تليها بوليس كقبل كا يو تلي إيجان كا غيب كا رضو باكنات ساكا وحين نروح حفلاتيننا مالكا نسموه ذا ندمان تيمبا عير كان هالكا بقى قوي يا ساكا نفعل مني هالكا وحسكونا هالكا سكا ذا تليها غيب تبليس كقبل كسول كا شالا دا عبد الرحمن نور علا يه وحيقونا هالكا سكا ذا قار كمية دوينا ديجان كا سيقونا سيبلا نسودو ويعي البيوت كان وحسنا كالا نشنر كسودا كمبنجا فلنا يا نقال اي ان سي وسوى كمبنجا فلنا يا عيل كان وثلاث لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين هذا نقفر حسنا هاي اين ما كان هل كان قبل ونوع عيل ديغان كاري عدي قبل كسول الحمد لله وحن نوقف الرياي عيل كان انت هل كان ريجا نكينين سهن هرتو أن قسم إلى إسلام ديجان كهذا عادية إذا استدح نيرود بانو سهن جيولوجي كلايو جيوفيزيك قسم إلى سايت كني وسايت نجوعنا السنة دي إن عن علك قدنا وحن رجينا إن إلى بقول يكون تمتير إن عن قدنا دربا يصير لقد واجي سجل متر بيها لوجاري لكن هوس بانو سعنا إن إلى عن كجاري وانو ما دلني تام ناي هذا إسلام كريم علك وعلك لبعض وكم يستوي طبعا عل oo hay'ad islaam ee fayduuna soo Soomaaliland ka jirta. Aan eelkan waxa ku horeeyay eelka magaalada cad, eelkan waa eelka labaad ee halka laga hirgelido. Eelka magaalada cad isaguna ku socdo gobolka Awdha. Marka weeba eelkan wuxuu kaga fiican yahay ka 9 mitir ba bihi lagu gaaray. Aan mashruuca waxa maal geliyay bangiga horumarinta islaam. Aad iyo aad baan u faraxsanahay bihi meel dow lagu gaaro si fiicanna ay kambaniga nugaal uu qodayo إن شاء الله وحرجينا شغلة وكذا ما ينسون هسه نقص على عيلك قلبين تسا يتنجيرة يوم كيوسيا ما سويت أسوي تزويني لما أنت تكسر غيب جلسي بلارن سودو وين تافرك عيل كان البيوت كان يجوا شيئين بأيوة نايقو بنتك ديجان كاسي البيوت كان يجوا حسوا تشرس كيك عشري هاي الد إسلامي ريليف يولي بقى وسارة خيرات كبيرة جمهورية الصومال الآن وبرخ العمر حمد تلفيش كقرن الصومال الآن